أشك. هل الإيمان بالمعجزات سذاجة؟ ناس كتير بتشوف إن الإيمان بالمعجزات سذاجة، يعني لو أنت واحد من اللي بيؤمنوا بالأديان أو بمعنى آخر بتؤمن بوجود الله، إذن أنت بتؤمن إيمان أعمى وبتصدق في المعجزات وإمكانية حدوثها. لكن لو بتستخدم عقلك وبتفكر، فالمعجزات بالنسبة لك حاجة سخيفة أو ساذجة، زيها زي قصص ألف ليلة وليلة. أعتقد أنه لو غرضك أنك تفهم بجد لازم تفحص الموضوع ده أكتر، وعشان كده لازم نسأل بعض الأسئلة المنطقية علشان نقدر نحكم على الموضوع ده. أولاً، إيه هي المعجزات؟ المعجزة هي حدث فريد من نوعه وغير مسبوق، يعني ببساطة هي حاجة مش بتتكرر في الحياة اليومية وحدوثها بيخالف بشكل ما المألوف. وده اللي بيولد السؤال، هل في معجزات زي اللي بنقراها في الإنجيل وكتب بعض الأديان التانية؟ يعني مثلاً، هل شفى المسيح المرضى وأقام الموتى؟ هل قام المسيح من الأموات؟ هل حدثت المعجزات المذكورة عند بعض الأديان التانية؟ وده بيوصلنا لنقطة مهمة جداً، الأمثلة اللي ذكرناها دي أحداث، وبالتالي الأفضل نسأل هل الحدث ده حصل فعلاً في التاريخ ولا لا؟ أعتقد أن السؤال ده علمي أكتر من سؤال أو افتراض أن المعجزة مش ممكنة لأنها غير طبيعية وغير منطقية. وده بيقودنا أننا نسأل إيه هي الطريقة اللي تخلينا نثبت أو ننفي حدوث معجزة ما؟ بتهيألي نقدر نختبر ده بنفس الطريقة اللي بتثبت أو بتنفي بيها حدوث أي حدث في التاريخ، وده عن طريق شهادة شهود العين. مثلاً معجزات الشفاء وإقامة الموتى بحسب طبيعتها بتحصل في وسط ناس وبتشد انتباه القرية أو المدينة، وبالتالي كان ليها شهود عيان كتير. فالمقياس ده بيساعدنا نعرف مدى مصداقية المعجزة بأننا نسأل لو كان في شهود عيان ولا لا. كمان بنختبر الحدث أو المعجزة وإذا كانت حصلت ولا لا عن طريق البحث في تاريخية الكتاب اللي ذكرها، وهل في مصادر تاريخية أخرى ومعاصرة تذكر نفس اللي مذكور في الإنجيل أو غيره من كتب الأديان؟ بالنسبة للإنجيل هنتناول صحته كوثيقة تاريخية في مرة تاني، لكن خليني أذكر لك اقتباس من مؤرخ كان معاصر للمسيح وهو المؤرخ يوسيفوس، لما قال: وفي غضون ذلك الوقت عاش يسوع وهو رجل حكيم، هذا إذا انطبق عليه الوصف أنه مجرد رجل، لأنه أجرى أعمالا عظيمة معلما رجالا ليقبلوا الحق بسرور، حيث اكتذب إليه الكثيرين من اليهود والأمم أيضا، وكان هو المسيح. وعندما حكم عليه بيلاطس أن يموت بالصليب لم يتخلى عنه أحبائه حتى ظهر لهم حيا ثانيا في اليوم الثالث محققا نبوات أنبياء الله، كما أن هناك أشياء عظيمة هذا عددها حدثت بشأنه. على فكرة المؤرخ يوسيفوس ما كانش مسيحي ولا من أتباع المسيح، لكنه كان مؤرخ معاصر للمسيح، وفي تدوينه لتاريخ ذلك الوقت ذكر أحداث كما ذكرها الإنجيل زي تعليم المسيح وأعماله العظيمة وموت المسيح في وقت بيلاطس وقيامة المسيح في اليوم الثالث، وده بالظبط بيطابق اللي تم ذكره في الإنجيل. وكمان في كثير من المؤرخين الرومان واليونانيين كتبوا عن الأحداث دي، وكده بنلاقي أن معجزات المسيح اللي اتذكرت في الإنجيل مؤيدة بشهود العين وبكتابة المؤرخين المعاصرين. إذن فالاحتمال الأرجح أنها حصلت فعلا. في ختام كلامنا عن الموضوع ده عايز أقولك، إذا كنت رفضت وجود الله وكان أحد أسبابك هو الأحداث الغريبة اللي بيقولوا عليها معجزات، عاوزك تفكر مرة تاني. هتلاقي إن في معجزات صحيحة زي ما أنا معاك إن في إدعاءات. من فضلك ما تحكمش على الكل إنه باطل. أنا بدعوك إنك تبحث عن شهادة التاريخ وشهود العيان ومصداقية الشخص اللي قام بالمعجزة. بص للصورة بأبعادها المختلفة والمتكاملة. فإذا كان الله موجود زي ما بنناقش في أكتر من حلقة، وهو اللي خلق الكون والمخلوقات الكتيرة على تنوعها بالروعة والتناغم ده، متهيألي المنطق بيقول إنه من السهل عليه إنه يصنع معجزات من وقت للتاني حسب حكمته وإرادته.